إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر يوم السبت مع نهاية هذا الأسبوع. فالجو جميل هنا بالحمامة البيضاء خصوصا مع هبوب الرياح الغربي، فالجو شوية كاين بارد متابعينا الكرام مقارنة ب يعني صبيحة الأيام الماضية متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب. إذا متابعينا الكرام صباح النور، صباح الخير عليكم جميعا، ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. أكيد بأنه مع هذا الجو إذا بقت هيدي الرياح ديال الغربي متابعينا الكرام، فالأغلبية ديال الناس متابعينا الكرام فهي ما غادي تقصدش البحر، وبالتالي فالوجهة ديالها غادي تكون إما هنا في شمال المملكة غادي يهربوا نحو منتجع أو عين الزرقاء أو تجول شوارع مدينة تطوان، أو أنهم غادي يمشيوا لمدينة الفنيدق من أجل التسوق متابعينا الكرام متابعي قناة شعب تي في قناة الشعب. إذن هذه الأجواء الصباحية وهكذا تعيش مدينة تطوان خلال هذه الفترة من صباح يومه السبت متابعينا الكرام. الإشارة في هذه الرياح ديال الشرقي بين الفين والأخرى تعرفها مدينة تطوان، واليوم كاين الجو شوية بارد مع هذه الرياح ديال الغربي اللي كتعرفها الحمامة البيضاء متابعينا الكرام. وللإشارة في هذه الرياح الغربي متتبع قناة شوف تي في قناة الشعب، يعني خص الإنسان يدير الاحتياط خصوصا ملي يدوش أو أنه يكون في مكان سخون ويخرج، فخصو يدير الاحتياط ديالو متابعينا الكرام. هذه الأجواء الصباحية وهكذا تبدو الحمامة البيضاء متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب خلال هذه الفترة من مساء يومه كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. فاليوم الجو فهو كاين شوية ديال البرودة، كاين شوية ديال الرياح ديال الغربي اللي كتعرفها الحمامة البيضاء، وبالتالي فاليوم الناس قليل اللي غادي يمشي للبحر حيت هاد الرياح هادية، فالرملة ما كتزعج المصطافين وما كتخليهمش على الراحة ديالهم، وحتى البحر غادي يكون طالع شوية متابعينا الكرام مقارنة بالأيام السابقة. أكيد بأنه مع نهاية هذا الأسبوع متابعينا الكرام فمدينة تطوان وكذلك شواطئ الشمال التابعة لعملة مضيق الفنيدق فهي مملوءة عن آخرها بالزوار والمصطافين اللي جاو من مختلف المدن المغربية باش أنهم يقضيوا عطلة الصيف اللي هي على مشارف، وبالتالي فالعد النهائي والعد العكسي فهو بدا. اليوم تبارك الله كاين 5 في شهر غشت، وبالتالي فلم يتبقى للعطلة المدرسية سوى 25 يوما، أي ابتداء من شهر شتنبر متابعينا الكرام. فمجموعة ديال المدارس هي غادي تفتح الأبواب ديالها لاستقبال التلاميذ والتلميذات من أجل أنهم يلتحقوا بحجرات الدراسة متابعينا الكرام إعلانا عن بداية الموسم الدراسي 2023-2024. وأكيد بأنه مجموعة ديال المواطنين مازال عاد غادي ياخذوا العطلة ديال فصل الصيف، والوجهة ديالهم المفضلة أكيد هي شمال المملكة متابعينا الكرام. المتابع قناة شوف تي في نتمنى أننا نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.